مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم حلقه جديده من المواجهه، اكون مع حضراتكم على مدار ساعه او ساعتين من الان. انا لما جبريل. قبل ما نبدا اخبارنا خلوني اقول في فقرتنا الاولى هيتجدد اللقاء الاسبوعي مع الكاتب الصحفي استاذ عبد الحليم قنديل، قراءه متانيه في ابرز الملفات على الساحتين العربيه والدوليه. الفقره الثانيه يمكن عشان كده قلت لحضراتكم يعني المره دي ساعه هواء مباشره، ولكن الفقره الثانيه سجلنا حوار اعتقد انه هام جدا مع دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تكلمنا فيه عن قضايا كثيره. يمكن هذه المرحله وهذه الفتره مرحله هامه جدا بالنسبه للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما لها من تعويل كثير او كبير من قبل الدوله على هذا القطاع في مصر. تكلمنا مع التحول الرقمي، وصلنا فين فيما يتعلق بالتحول الرقمي والفايبر اوبتكس في جمهوريه مصر العربيه، علاقه الوزاره ايضا بمبادره حياه كريمه، تكلمنا على منصه مصر الرقميه، الوزير اشار الى انه في الكثير والكثير من الخدمات اللي هتضاف على منصه مصر الرقميه، تكلمنا عن نظام الثانويه العامه وربط اكثر من 2500 مدرسه بما اننا على ابواب الامتحانات، وكلمنا كمان عن الرقم القومي للعقارات حتى يكون لكل ارض وعقار في كل محافظات الجمهوريه هويه خاصه به. طبعا ده بيسهل حاجات كتيرة على الدولة وعلى المواطن. الحقيقة ملفات هامة جدا خلال هذا اللقاء هيكون في الجزء الثاني النهاردة من المواجهة، ولكن بداية خلونا نبدأ الأخبار. النهاردة وفد مصري رفيع المستوى بيضم السامح شكري وزير الخارجية ودكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بزيارة إلى الخرطوم النهاردة الأربعاء للقيام بمباحثات مكثفة مع الجانب السوداني، اللي ضم الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية والبروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية بمشاركة الخبراء الفنيين والقانونيين من الجانبين. تركزت المشاورات حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، أكد الطرفان على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يراها الاتحاد الأفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي، وهو ما يتطلب تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاك سياساتها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. البيان هام جدا يا دكتور، كيف قرأت أبرز ما فيه؟ طبعا من قبل الطرفين المصري السوداني ليس به بالجديد، ولكن خطوة جديدة نحو توافق الرؤى المصري السوداني فيما يتعلق بملف السد. تفضل يا دكتور. وفي الحقيقة في ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى تأكيد الطرفين على استمرار التعاون بشكل وثيق سواء على المستوى الإقليمي أو القاري أو الدولي، ودي مسألة مهمة لأنه في السابق أو يعني شهدنا محاولات وتدخلات من بعض الأطراف تحاول التأثير سلبا على هذا التعاون المصري والسوداني ووضع فاصل بين الطرفين في مسعى لإضعاف الموقف المصري، ولكن هذه المحاولات تم التعامل معها وارتدت على أعقابها. النقطة الثانية، البيان بيشير لنقطتين بينهم ارتباط. النقطة الأولى أنه بيتكلم عن بذل الجهود لحفظ الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة. المنطقة مقصود بها حوض النيل الشرقي وإفريقيا، لأنه ده حيمتد إلى شرق إفريقيا والقرن الإفريقي وغير ذلك. وده معناه أو في إشارة إلى أنه استمرار التعنت الأثيوبي أدى في نهاية المطاف إلى تحول أثيوبيا إلى قوة تهدد السلم والاستقرار في المنطقة بمواقفها الانفرادية المتعنتة التي ستلحق ضررا جسيما ب 150 مليون نسمة في مصر والسودان. النقطة المرتبطة بها هو موجهة للمجتمع الدولي أنه لابد من جهود ناشطة وقوية لتجاوز الانسداد في عملية التفاوض وللوصول إلى اتفاق، وإلا فعلى هذه الأطراف اللي هي بتحاول تتدخل وتطرح مبادرات أن تكف يدها، يا إما أن تبذل جهد حقيقي يا إما أن تكف يدها، لأنه الوضع الحالي غير مقبول من استمرار الطرف الأثيوبي في التصرف بهذه الطريقة، وهو يعني
لا يمتلك القوة ولا المؤهلات ولا الوضع القانوني ولا الإنساني ولا العقلاني للاستمرار في مواقف شاذة ومجنونة. دكتور، يمكن من ضمن أيضا البيان جاءت جملة تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة، وكما حضرتك ذكرت هي من النقاط الهامة. كيف يكون هذا التدخل في هذا التوقيت برأيك للمجتمع الدولي، خاصة وأنه الملف ككل وليس فقط مرحلة المال ثاني التوقيت هنا ليس في صالح أي طرف؟ لا طبعا، مثل الملء الثاني، الملء الثاني مسألة جزئية والتوقف عندها غير مفيد. نعم. المطلوب حل شامل وعادل ومتوازن وإجبار أثيوبيا على التوقف عن العمل الانفرادي. المثال التوضيحي هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية بتتحدث ومعها أيضا الاتحاد الأوروبي عن أنه لا يجب أن يكون هناك تحرك عسكري لأن المنطقة لا تحتمل وستكون هناك كوارث كثيرة. هذا أمر جيد، وبيقول الطرف الأمريكي أنه هو بيرى أنه لابد من التوفيق ما بين الأمن المائي لمصر والسودان من ناحية والمصالح التنمية الاقتصادية لإثيوبيا من ناحية تانية. ده معقول برضو، لكن كيف سيتم تنفيذ الوصول إلى ذلك؟ ما هي الأدوات التنفيذ؟ ما هي خطوات العمل؟ لا يوجد، يعني ده مجرد شعار، فده لا يكفي لأنه إثيوبيا تستمر في البناء وتستمر في الملء، والكلام ده محلك سر، ده يتحول الى شعارات، اما ان يكون مرفق بعمل وبجهد او فليصمتوا. بعيدا عن تدخل الناشط اذا يا دكتور، او اذا كان ضمن المسارات، يعني السؤال اللي دايما بيتسال، ما هي اوراقنا المتبقيه احنا والجانب السوداني في هذا التوقيت؟ الاوراق طبعا معروفه، اعلنها الرئيس السيسي في قناه السويس حينما تحدث عن الخط الاحمر، وقال ان حقوق مصر المائيه بخط احمر، وانه احنا بنهدف لاتفاق عادل ومتوازن، واحنا بنتعامل بصبر وبمرونه، واحنا لا نهدد احد، لكن ما تصورش حد انه هو هيمس حقوق مصر المائيه او يتجاوزها. نعم. وانه ده خط احمر، وانه هيكون في عدم استقرار واسع النطاق. يعني الرئيس السيسي لخص كل الموقف في دقائق معدوده وبهدوء تام، ورسالة قوية وواضحة، وهي قائمة، لأنها الرئيس بعد ذلك استخدم في عدة مناسبات تعبير أن هذه الأزمة بالنسبة لمصر هي أزمة وجودية. يعني الكلام اللي قاله سيادته في قناة السويس كلام إذا يعني أغلقت كل المنافذ أمام مصر فهذا الكلام وارد. نعم، شكرا لك يا دكتور. دكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. ملف آخر، والحقيقة تم عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وده كان بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من المسؤولين. في الحقيقة أنه هذه اللجنة معنية بالموافقة على كل تراخيص على طول الشواطئ المصرية ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية، ده فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها كل الشروط اللازمة، وده تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية. وجه وزير الري والموارد المائية بضرورة اتخاذ القرارات بعد استيفاء الشروط اللازمة، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية وتوفير فرص عمل للشباب. للمزيد خلونا نعرف أكثر عن أبرز القرارات اللي تم اتخاذها مع المهندس أشرف حبيشي رئيس هيئة الشواطئ. باشمهندس أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. خليني أسأل حضرتك في البداية عن أهم وأبرز مهام اللجنة دي للحفاظ على الشواطئ المصرية، إيه اللي بيحصل بالظبط، وهل التراخيص دي بتتجدد كل سنة ولا في تراخيص ثابتة؟ هذه هي لجنة مع الشواطئ، اجابتها الدكتور وزير اللجنه، ومعاه حوالي خمسه وزراء البيئه والافكار والسياحه والاثار والتنميه المحليه، بالاضافه الى عدد من الساده المحافظين اللي هم مسؤولين عن المدن الساحليه سواء على البحر الاحمر او شط البحر المتوسط. نطلب بها دراسه جميع المشروعات سواء المشروعات القوميه والاقتصاديه اللي مسؤول عنها مصر، وبرضه المشروعات الاستثماريه زي الكره السياحيه. باشمهندس أشرف حضرتك معايا يا فندم؟ أكيد. طيب
طب حضرتك ممكن تغير مكان بس عشان الشبكه في 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 يعني صوت غير واضح بشكل او باخر. طب اشرح لنا يا فندم ايه هو خط الحظر. طيب الخط فقدنا الاتصال بالمهندس اشرف حبيشي رئيس هيئه الشواطئ المصريه. خلونا نروح لخبر اخر وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع مذكره تفاهم بين وزارتي التنميه المحليه والشباب والرياضه، ده لدعم وتنميه وتطوير المبادرات القوميه ذات الصله بالمشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر، ده بهدف توفير فرص عمل مباشره وغير مباشره خاصه بين فئه الشباب ونشر ثقافه فكر العمل الحر ورياده الاعمال. اتفق الطرفان على ان يكون بدايه التعاون في مجال المبادرات القوميه تصميم وتنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقله تحت مسمى مبادره ايجي تروك، وتلتزم وزارة التنمية المحلية بالمشاركة في وضع خطة متكاملة لتنفيذ مذكرة التفاهم عبر الاشتراك في لجنة مشتركة مع وزارة الشباب والرياضة لترشيح الأماكن والأراضي طبقا لاحتياجات المشروع وتنسيق مع المحافظات. خلونا نستقبل حول هذا الموضوع الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. يا دكتور أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وباهلنا في محافظات مصر كلها. لو تفهمنا اكتر كلمنا اكتر عن مبادره ايجي تراك وقد ايه او هي ازاي مختلفه عن مشروع 306؟ لا ده الفكره مش في ايجي تراك بس، لا الفكره انها مذكره تفاهم يعني قايمه على التعاون من خلال المبادرات القوميه وفي ان احنا بنصمم وبننفذ المشروع أو مجموعة المشروعات اللي من أساسها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر كمان. ايجي تراك هي أحد المشروعات اللي هتنفذ، إحنا على مستوى المحافظات المصرية يعني جهزنا المواقع، كل محافظة ردت علينا إيه المواقع اللي بتتعمل، إحنا معانا بالشكل ده هيبقى طرحين بإذن الله من خلال المنصة ايه المشروعات اللي هتبقى مطروحه يتقدم اليها الشباب، يتم هنا اختيار الشباب وخاصه اللي هم المؤهلين اللي عندهم دراسات سياحيه، اللي عندهم دراسات فندقيه، اصحاب المهن، اصحاب الحرف اللي بيشتغلوا في هذه المجالات، وبالتالي هنا معانا شركه متخصصه في تنظيم هذا الامر، معاها حوالي 120 شركه لتوريد كل المستلزمات. طب خليني اسال حضرتك في هذا الاطار يا دكتور، حضرتك عارف انه في الكثير من الشباب بالفعل عملوا تراكس او عربات طعام متنقله ولكن يمكن بينقصها او بينقصها عفوا الترخيص، ممكن من خلال هذه المبادره يقدموا على الترخيصات وياخدوها بشكل اسهل؟ طبعا يا فندم، وده هيخلينا احنا في الحاله دي طبعا مفيش حد النهارده بيعمل عربيه الا لما هو بيكون بيختار موقع، الموقع ده بيبقى من خلال الحي المختص، احنا تسهيلا على هذا الامر زي ما صرح معالي الوزير اللواء محمود شعراوي هتبقى عمليه التسهيل في استصدار هذه التراخيص بحيث هل العربه دي وحده ثابته ولا متحركه؟ طيب لو هي التخصص بتاعها ايه؟ في توافق مع السلعه اللي بيقدمها مع هيئه سلامه الغذاء واخد التصريحات المختلفه لهذا الامر، الموقع الانسب عبقريه الموقع هنا. الموقع الأنسب لتقديم هذه الخدمة بحيث إن ما يبقاش في الموقع الواحد أكثر من حد بيقدم نفس الخدمة، ممكن يبقى فيه تنويع. طيب الكلام حضراتكم هتنسقوا معاهم الأماكن؟ بالظبط كده، بالظبط كده يا فندم، وبالفعل إحنا تواصلنا الفترة اللي فاتت، إحنا شغالين من 3 شهور على تجهيز هذه المبادرة بحيث إن لما يعلن عنها يبقى بعد كده إن شاء الله الأسبوع القادم هنقعد كفريق عمل فني نبتدي ننفذ ده على الارض. التراخيص تخرج من امتى يا دكتور؟ يعني لو في مجموعه شباب تقدموا امتى ممكن يستلموا ولا لسه يعني؟ هيعلن عنها على المنصه ان شاء الله باذن الله تعالى، يعني هنطلع مع حضراتكم ونعلن عن ده واليه التقدم تبقى عامله ازاي الى غير ذلك. كذلك الامر عندنا برنامج مشروعات وده مشروع التنميه البشريه والمجتمعيه هيبقى موجود معانا من خلال التنميه المحليه بينفذ هذا الامر مع الزملاء في وزاره الشباب. ده في المحافظات كلها يا دكتور؟ نعم فندم. في محافظات الجمهوريه ولا محددين محافظات تبتدوا بيها؟ احنا تواصلنا الفتره اللي فاتت مع محافظات الجمهوريه وحددنا
حوالي 856 موقع بالفعل المحافظات افادتنا بيها، وان شاء الله هنبتدي الفتره القادمه نترجم هذا الامر على الارض ان شاء الله من خلال فرق العمل. شكرا ليك يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث باسم الوزاره. خبر اخر اعتقد انه هام جدا، اعلنت الهيئه العامه للرعايه الصحيه عن 9 فحوصات طبيه بيتم اجراءها لطلاب المدارس ضمن حمله اطمن على ابنك، واللي اطلقتها الهيئه للكشف الطبي المجاني وللاطمئنان على صحه طلاب المدارس بمراحل رياض الاطفال اللي هو كي جي 1 والمتقدمين للصف الاول الابتدائي والمنقولين الى الصف الاول الاعدادي والاول الثانوي بمحافظه بورسعيد. اشارت الهيئه الى اهميه الفحوصات الطبيه الشامله للطلاب للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم البدنيه ونموهم العقلي والفكري، وطبعا بيتماشى مع جهود الدوله المصريه والمبادرات الصحيه الحقيقه الرئاسيه في المرحله الاخيره للاهتمام بالصحه العامه للمواطنين، خاصه طبعا الشباب الاطفال والنشء لانهم بيمثلوا المستقبل الحقيقي القادم للبلاد. بتستمر فعاليات الحمله لغايه يوم 16 سبتمبر القادم. معنا المزيد دكتور احمد غريب مدير الرعايه الاوليه بالهيئه العامه للرعايه الصحيه. دكتور اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك وبالساده المشاهدين. اطمن على ابنك، كلمني اكثر عن هذه المبادره يا دكتور، وايه التسع فحوصات اللي بتتم للطلبه؟ تمام، انا خليني اقول لحضرتك كده يعني الاجمالي الانشطه اللي بتتم اثناء المبادره. هي الحمله أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية بدءا من 18 مايو لحد 16 سبتمبر، وهي هنقسمها احنا لمرحلتين. المرحلة الأولى هي من 18 مايو ل 1 يونيو، ودي هيكون فيها الطلاب اللي هم متقدمين للصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي. المرحلة الثانية من 3 يوليو ل 16 سبتمبر، ودي فيها مرحلة رياض الأطفال والطلاب اللي هم في الصف الأول الابتدائي. تمام؟ أيضاً. الحمله المفترض ان الطالب او ولي الامر بيتم الحجز من خلال الكول سنتر على رقم 15-3-44، والحجز بيكون من الساعه 4 للساعه 8 مساء. يعني اولياء الامور هم اللي بيحجزوا لاولادهم يا دكتور. بالظبط، تمام، هو الهدف هم اللي بيتواصلوا من الجزئيه دي، ان احنا يبقى في تنظيم لتقديم الخدمات للطلاب عشان ما يحصلش نوع من التكدس، خاصه في الظروف الاحترازيه اللي احنا بنعيشها في الفتره الحاليه. طب في محافظات معينه حضراتكم شغالين فيها، ولا من اي محافظه لو اتصلوا بالرقم اللي حضرتك ذكرته ياخدوا ميعاد ويروحوا؟ لا، هو حاليا الحمله مطبقه في محافظه بورسعيد بحكم انها اولى المحافظات في تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل، بدايتها في محافظه بورسعيد ثم ان شاء الله تباعا في بقيه المحافظات اللي بيبدا فيها منظومه التامين الصحي الشامل زي الاقصر ثم الاسماعيليه ان شاء الله. حضراتكم ماشيين مع محافظات التامين الصحي؟ بالظبط كده يا فندم، بالظبط كده. طب قول لي رقم تاني بعد اذنك يا دكتور. الرقم هو 15-3-44 لكل المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل داخل محافظة بورسعيد. يعني لازم يجب أن تكون العائلة منتفعة بالتأمين الصحي الشامل حتى يحصلوا على الفحوصات اللي بتجرى على الطلاب. بالظبط يا فندم، هي الخدمة لجميع المواطنين، كل المواطنين المفترض بس يكون مدرج على التأمين يعني. بالظبط يا فندم، بالظبط، وهو لو مش مدرج على التأمين بيتم فتح ملف للأسرة بكل اعضاء الاسره، كل الممثلين للاسره داخل هذا الملف، وبيتقدم لهم جميع الخدمات داخل منظومه التامين الصحي الشامل. حضرتك تقصد التامين الصحي على المدارس صحيح؟ احنا كده احنا هنستكمل بقى جزئيه المدارس. احنا بعد ما بنتصل على رقم 15-3-44 بياخد طبعا الحجز بيكون من الساعه 4 للساعه 8 مساء، بيستقبل الكول سنتر الحجز في الفتره الزمنيه دي، وبيبدا ياخد ميعاد على الوحده او مركز طب الاسره التابع ليه. بيوصل للوحده او المركز بياكد الحجز، ثم بعد كده بيبدا اول مرحله احنا بنسميها التقويم التمريضي في المحطات التمريضيه دي. بيقوم بيها الهيئه التمريضيه للمدربه على اعلى مستوى، وبيتم من خلالها مجموعه من الفحوصات اللي هي فحص العلامات الحيويه والقياسات زي الطول والوزن وقياس حده الابصار، ثم بينتقل بعد كده الطالب لفحص طبيب الاسره، وده بيبقى عباره عن فحص اكلينيكي كامل، والهدف منه ان احنا نتاكد من سلامه الطفل والاكتشاف المبكر للامراض او عوامل الخطوره للامراض. بس شرط ان يكونوا الاطفال اللي بيحجزوا في رياض الاطفال او كي جي 1 اولى ابتدائي اولى اعدادي اولى ثانوي، قبل او بعد لا يا دكتور؟ هي دي المراحل اللي بيطلب يعني بيطلب فيها كتنظيميا يكون في تقرير بحاله الطفل. تقرير طبي. بالظبط كده، بالظبط كده، التقرير الطبي. فبعد كده بيتم فحص الطالب من خلال طبيب الاسره زي ما قلنا عشان نتاكد من سلامه الطفل واكتشاف المبكر للامراض وعوامل الخطوره للامراض،
وبرضه بنأكد لان احنا يعني نموذج طب الاسره اللي بتتبناها حقيقي لهيئه الرعايه الصحيه بشكل كبير قوي، هو ده اساسه ان احنا تقييم الحاله بشكل كامل، تقييم الحاله البدنيه والنفسيه والاجتماعيه، لانهم كلهم بيأثروا في بعض بشكل او باخر، وده اللي بيتم من خلال طبيب الاسره. بشكرك يا دكتور. شكرا لحضرتك دكتور احمد غريب، مدير الرعايه الاوليه بالهيئه العامه للرعايه الصحيه. الحقيقه في مشهد مهم جدا بنتابعه بقالنا ايام قليله، وحقيقة هو له الكثير من الدلالات بيأكد بشكل كبير دور الإعلام المصري فيما يتعلق بالقضايا اللي بتمسنا بشكل خاص واللي بيحصل في قطاع غزة. الحقيقة منذ اللحظات الأولى كان في تغطية لكل الأحداث لحظة بلحظة، إذا كنا هنا من أكسترا نيوز أو حتى القنوات المصرية الأخرى بشكل مشرف جدا. التلفزيون المصري الحقيقة عامل من هناك لقطة ومشهد ومشاهد الحقيقة عديدة ولقاءات شرف، يعني الحقيقة تغطية على مستوى عالي جدا، تغطية محترمة جدا. أكيد يعني ده جزء، أو دايما الإعلام المصري لما يكون في قضية هامة زي دي بنفخر وبنتشرف كلنا بشغل بعض، وزي ما في كاميرا لأكسترا نيوز وزمايلنا هناك كمان زمايلنا من التلفزيون المصري هناك بيقودوا تغطية زي ما قلت لحضراتكم محترمة ومشرفة من على أرض الواقع. بعدين الصورة فعلا بألف كلمة، يعني الصورة لوحدها مهمة جدا جدا. خلونا نتكلم أكتر عن المشهد العظيم اللي بنتابعه دلوقتي من التلفزيون المصري والتغطية الخاصة الهيلة من قطاع غزة. معنا عبر الهاتف أستاذ محمد المعتصم، رئيس تحرير برنامج صباح الخير يا مصر. يا أستاذ معتصم أهلا بيك. أهلا يا أستاذ لمى، صباح الخير، مساء الخير عليكي وعلى كل المشاهدين. تعود طبعا على صباح الخير. لا وإحنا بقالنا ثلاث أيام بالفعل ما بننامش يعني. طبعا بنحييكم الاول، وطبعا كل الفريق من صباح الخير يا مصر على الشغل اللي بيحصل هناك وعلى التغطيه الخاصه وعلى الصوره الهائله الحقيقه من هناك. هو انا بس قبل ما نحيي صباح الخير او نحيي الاعلام المصري، احنا لازم نحيي الدوله. اللي احنا شفناه كان مجهود دوله، مجهود دوله اتحركت بكل قوه. المجهود ده بان على الارض، الناس هنا عندها حاله من الفخر بمصر، عندها حالة حب شديدة. احنا اي مكان بنروح فيه ومجرد ما يسمعونا مصري اعلان، اولا كمصري هم بيرحبوا بينا بشدة جدا، مش بيرحبوا بينا كاشخاص لكن بيرحبوا بمصر نفسها. يعني احنا انت مش متخيلة درجة الفرحة الشديدة اللي الناس هنا عايشينها بالدور اللي قامت بيه الدولة المصرية، بداية من وقت العدوان، ثم مبادرة إعادة الإعمار وال 500 مليون دولار، ثم دخول المعدات. لحظة دخول المعدات المصرية كانت فارقة. الحقيقة إنه كاميرا أكسترا نيوز نقلت اللحظات دي يا أستاذ معتصم، وعملت لقاءات مع ناس ولمسنا من الأيام الأولى الحقيقة حب أهالي غزة للمصريين، وطبعاً يعني دول إخواتنا. الحاجة الأهم يا لمى إن إحنا عندنا جيل جديد. أنا شفت بعيني أطفال يعني بيعشقوا مصر. طب هم شافوا ايه الاطفال الصغيرين من مصر؟ الاطفال اللي خرجوا رافعين علم مصر وبيتكلموا. احنا عرضنا النهارده تقرير من الاطفال دي اللي هم بيتكلموا عن حب لمصر، او بيوجهوا رسائل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مليء بالمحبه والفخر، وبيطلبوا منه ان هو يعني بعض نكمل في اعاده الاعمار. والشباب يعني فئه، احنا عندنا جيلين دلوقتي، عندنا الاطفال اللي طالعين والشباب. ولا ناس في لحظه فارقه بالفعل. دي ما كانتش يعني مش موضوع الاعلام، احنا بعد الحلقه انت لا تتخيلي احنا بمجرد ما قلنا شكرا كان اكثر من 400 شخص موجود في مكان التصوير يعني بيتفرجوا علينا من هدوء. مجرد ما قلنا شكرا، شكرا يا اساتذه، دي الجمله اللي بننهي بيها البرنامج. تصفيق حاد. انا اول مره اشوف مشهد تصفيق حاد. احنا مش عارف يعني ما كناش عارفين نتحرك من كتر الناس اللي جايه بتقول لنا شكرا. هم زي ما قلت لك هم مش بيشكروا صباح الخير يا مصر، هم بيشكروا الدوله المصريه. ده حقيقي. وبعدين احنا كلنا بنحسدكم جدا يا استاذ محمد على وجودكم هناك وعلى المشهد اللي بتنقلوه للمصريين من هناك. بشكرك وشكرا جزيلا استاذ محمد المعتصم، رئيس تحرير برنامج صباح الخير يا مصر. تحياتي لكل الكرو وفريق العمل صباح الخير يا مصر، طبعا زمايلي شاذلي وهدير، والشغل الهايل الانساني المهني اللي بيحصل من قطاع غزه.
في قرية صونيم بمحافظة المنيا انطلقت أعمال تطوير خطوط مياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء مباني خدمية ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية، وثمن المواطنون تلك الخطوة مؤكدين دعمهم لجهود الدولة في هذا الإطار. نتابع هذا التقرير، أكون في انتظار حضراتكم من بعد التقرير والفاصل القصير. أنا في قرية الصنيل نقصنا شوية حاجات مهمين، واحدة محلية، الوحدة المحلية عندنا ما فيش، والوحدة الصحية في القرية اللي جنبنا دي جميع الخدمات فيها ناقصة، يا ريت تبقى عندنا واحدة، والمدارس قليلة عندنا برضو. مهم البريد هنا علشان خاطر الناس الكبيرة والمعاشات، وطبعا مكانة الصرف والحاجات اللي زي دي، الناس بتروح أبو رجاص عشان خاطر تصرف فلوس بس، ومركز الشباب لأن البلد محرومة من مركز الشباب وما فيهاش أي متنفس للشباب خالص. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادره دي، لانه بينزل الصعيد وبينزل القرى الفلاحين دي وبيسال الناس على جميع المطالب، والف شكر يا رئيس على الخدمات الطيبه جدا دي. هي مبادره كويسه وجميله، ونشكر الرئيس على الجهود اللي بيعملها بالمبادره اللي حصل فيها ده، بصراحه حلم واتحقق، وبنشكره على المشاريع دي. جديد برحب بحضراتكم. المواجهة الأولى ليلة ناقش فيها العديد من الملفات والقضايا العربية والإقليمية والدولية في لقائنا المتجدد مع ضيفي الكريم الكاتب والصحفي أستاذ عبد الحليم أنديل. أستاذ أنديل أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. خليني أبدأ مع حضرتك أستاذ أنديل من مشهد دخول المعدات المصرية إلى داخل قطاع غزة وما له من مضامين ورسائل هامة، كيف تابعته؟ يعني طبعا هو مشهد يخلع القلب من زاوية الإحساس بالحنين المستعد والوضع الطبيعي المستعد، فكرة عودة النجوم لمدارتها الأصلية، لأنه يعني بغرائز الأمن، بالسياسة، بالتاريخ، بالاختلاط الاجتماعي، بالتكوين المنطقة عموما وفي قلبها مصر، يعني فلسطين امتداد طبيعي لمصر. وكما قلت يعني حتى مثلا لنتذكر أنه معركة إجلاء الهكسوس من مصر، وقد كانت معركة هائلة جدا بعد أن ضلوا في هذا البلد مستعمرين ومحتلين لعشرات طويلة من السنوات، كان على جيش أحمس أن يطارد الهكسوس إلى حين إجلائهم عن فلسطين نفسها. ففكرة العروة الوثقة الأمنية بالغرائز وبالتاريخ دي مسألة يعني ثابتة، ولو رجعنا يعني تاريخ مصر منذ وجدت نجد هذا الارتباط قائما، نحن لا نخترعه. وكما قلت يعني في مراحل نهوض مصر أو ملها للنهوض بتستعيد معدنها الأصل. فدخول المعدات بهذه الطريقة وترحيب الشعب الفلسطيني في غزة يبدو يعني عودة للأمور إلى طبيعتها الأولى. غزة لكي يعني يرى المشاهد الحقيقة على أصولها، غزة ليست مجرد فصائل أو حماس أو الجهاد أو الشعبية أو كتائب أو غزة شعب كبير. يعني في هذه النقطة الصغيرة اللي هي مساحتها 365 كيلو متر مربع يسكن أكثر من 2 مليون فلسطيني. منهم أصلا من عائلات متجذرة في جغرافيا غزة، وعائلات طبعا وفدت كلاجئين من فلسطين كلها. والحقيقة النقطتان، الكثافة السكانية المرعبة، أعلى كثافة سكانية في العالم، اتنين فكرة الوفود من كافة أنحاء فلسطين، جعلت من غزة على طول التاريخ الصراع العربي الإسرائيلي أو العربي الفلسطيني أو الإسرائيلي الفلسطيني، جعلت من غزة موردا متدفقا لحركات المقاومة من أول نشوء حركة فتح في أواسط الستينيات من القرن العشرين. القادة الأساسيون قدموا من غزة، من أبو عمار إلى أبو جهاد إلى 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 آخره. فالفكرة الأساسية أنه غزة رغم جغرافياها التي تبدو يعني على حواف فلسطين إلى الجنوب، هي في قلب فلسطين، خاصة مع الحروب التي دارت عبر العشر سنوات الأخيرة وآخرها الحرب الرابعة
التي دارت في إطار قيامة عامة للشعب الفلسطيني، وبذلك اختلفت في طبيعتها، لم تكن مجرد صدام بالنار عبر حدود غزة، وإنما نقلت غزة إلى قلب فلسطين. فهنا احنا لا نتحدث عن علاقة مع غزة كغزة، غزة طبعا لها ارتباط خاص بالتاريخ المصري الحديث. نعم. معروف أنها كانت تحت الإدارة المصرية من عام 1948 ل 1967، وأن أجيالا وراء أجيال يعني ارتبطت بالحياة المصرية وبتفاصيلها الحديث. فمن هنا حين يذهب المصريون إلى غزة فيستقبلون هذا الاستقبال، فهذا هو الأمر الطبيعي جدا وليس الأمر الجديد. وفكرة إعادة الإعمار وفكرة عودة غزة إلى حياة طبيعية مسألة مهمة جدا، مش بس ليس فقط بالنسبة لفلسطين، لأنه إذا كان المشوار الفلسطيني طويلا، لأن الصراع طويل أكيد ولا يكسب بالضربة القاضية، وإنما بالنقاط وبالتراكم التاريخي وبالتحولات السكانية وغير السكانية وبالتحولات في طبيعة الشعب الفلسطيني وتعليمه. علينا نعرف مثلا أن غزة على سبيل المثال وهي كجزء من الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني الموجود حتى في في ملاجئ الضفة الغربية وفي غزة وفي غيرها وحتى في الملاجئ خارج الإطار الفلسطيني هو أكثر الشعوب العربية تعليما، يعني نسبة الأمية في فلسطين أقل من 1% لكل الفلسطينيين. فهو شعب علمته المحنة وخلقته خلقا جديدا، وهمزة استعادة العروة الوسطى بين الشعب المصري وبين القيادة المصرية وبين فلسطين، ده أمر يصب في مصلحة مصر أولا وفي مصلحة فلسطين في ذات الوقت وبنفس القدر، لأنه مصر أيضا يعني إذا كان من شعب عربي قدم تضحيات في إطار الصراع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، فهو الشعب المصري بامتياز، وتكاد تناهز تضحيات الشعب المصري ربما تفوق تضحيات الشعب الفلسطيني نفسه. كان المصريين يفعلونها دفاعا عن مصر في نفس الوقت الذي يدافعون فيه عن فلسطين. بهذه الخلفية الاستقبال في غزة يبدو أمرا طبيعيا جدا، وأعتقد أنه الإعلام المصري حين يذهب إلى غزة، هذا الشيء الحقيقة من الزاوية الإعلامية شيء مهم جدا، يكون أكثر أهمية لو استعدنا الوضع الطبيعي وكان هناك مراسلون ثابتون من الفلسطينيين غالبا في كافة أنحاء فلسطين لكي تكون التغطيات أكثر حيوية ومباشرة واستمرار. نعم أستاذ أنديل، حضرتك ذكرت خلال حديثك أنه الانتصار ليس بالضربة القاضية ولكن باكتمال النقاط، بتراكم النقاط طبعا. من لديه نقاط أكثر في هذا الملف؟ أنا أعتقد طبعا من 48 إلى 67، من 1948 إلى 1967 كانت النقاط كلها لصالح إسرائيل بصورة مضطردة. من 67 إلى الآن لم تكسب إسرائيل حربا واحدة ولا صداما واحدا. أنا هنا لا أتحدث عن تكافؤ في القوة ولا في التكنولوجيا ولا في أي شيء، أنا أتحدث عن عجز إسرائيل عن تحقيق النصر. النصر في الحروب يعني تحقيق الهدف من الحرب. لاحظي أيضا الانكماش الجغرافي. نعم. بعد حرب 1967 كانت إسرائيل قد احتلت سيناء وضفة الغربية والجولان، إيه الوضع الآن؟ جلت عن سيناء، أنا هنا لا أتعرض للمداخل التاريخية المختلفة. اثنين، حتى بعقد معاهدة وادي عربة مع الأردن، الأردن استعاد بعد 25 سنة المزارع التي كانت قد جرى تأجيرها لإسرائيل لمدة 25 سنة. جلت إسرائيل عن جنوب لبنان بالمقاومة. جلت إسرائيل عن غزة 2005 تحت ضغط الرصاص الانتفاضة الفلسطينية الثانية. ثلاثة في انكماش سكاني، بمعنى أنه على الأرض الواحدة التي يعني افترض أنك لست عربيا ولست مسلما ولست مسيحيا ولست أي شيء، أنت مهتم بأن ترى الأمور من بعيد. الظاهرة الإسرائيلية هي ظاهرة استيطانية إحلالية بصرف النظر عن التفاصيل، وهي جزء من ظاهرة الاستعمار الغربي وآخر حوادثه. الأرض الواحدة في شعب بيهجر يجري تهجيره وجلبه إلى فلسطين من اليهود، وشعب هم السكان الأصليون موجودون على الأرض. في 2015 حصل ما يشبه التعادل السكاني، الآن مالت كفة التوازن السكاني لصالح الفلسطينيين.
في المستقبل يعني تخيلي خلال 20 سنة المقبلة سيصبح عدد الفلسطينيين على الأرض الفلسطينية زائدا عن ثلثي السكان جميعا. ليه؟ لأن الطرف الآخر الذي يجلب اليهود للهجرة لم تعد هناك مخازن يجلب منها مزيدا من اليهود. آخر دفعة آخر حقنة سكانية كانت هجرة اليهود السوفييت أوائل التسعينيات من القرن العشرين، إضافة لمعدلات وتزايد معدلات الهجرة العكسي. المحصلة أن الأرض بتنطق بلسان ناسها، فالثبات الفلسطيني فوق الأرض. وهنا تأتي أهمية فكرة إعادة الإعمار والعون والتقديم كل مساعدة للشعب الفلسطيني لكي يثبت فوق أرضه التاريخية، هي في الجوهر مساعدة في عملية الكفاح الطويلة للشعب الفلسطيني. في التاريخ كله، ونحن في التاريخ ولسنا خارجه، لم تنجح أي ظاهرة استيطانية ما دام السكان الأصليون ظلوا على أرضه. الجزائر قعدت 130 سنة محتلة، حتى في فلسطين نفسها يا أخوانا ما يسمى ممالك الصليب وممالك الفرنجة قعدت 200 سنة. يعني احنا بنتكلم هنا على صراعات ذات طبع تاريخي طويل الأمد. الجديد أيضا فوق انكماش إسرائيل جغرافيا، انكماش سكانيا، انه كمان انكماش الحيوية الأولى. كل مشروع من هذا النوع بيبدأ مثلا ظواهر الكيبوتس اللي هي المزارع الجماعية اللي كانت بتزرع السكان الوافدين في الأرض، والعمل العبري وارتباط وتفصلهم عن أسرهم وتكون. كان ضباط الجيش الإسرائيلي حتى إسحاق رابين هم القوى الأكثر عنفا في الجيش الإسرائيلي. لنلاحظ أيضا أن بعد إسحاق رابين كل قادة إسرائيل ليسوا من خلفية يعني عسكرية ولا صهيونية متجذرة، وإنهم أقرب لقادة تيكاوي من إيهود أولمرت إلى تسيبي ليفني إلى نتنياهو. دخلنا على بينت دلوقتي ودخلنا على حاجات في التفاصيل. فالظاهرة عموما أنا لا أنكر، لا أحد عاقل ينكر بالطبع، أنا لست من هؤلاء اللي لكن إسرائيل ستنتهي غدا يعني، لأنه ليس بالضربة القاضي. كمان إحياء القضية الفلسطينية الآن، لم تكن القضية الفلسطينية عبر الأربعة عقود الأخيرة بهذه الحيوية على مستوى عالمي حتى في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. بين المسيحيين الإنجليين وهم 25% من سكان الأمريكيين، عدد اليهود ليس مهما يعني 2%، وهم هؤلاء طبعا لن يذهبوا إلى فلسطين لأنهم يعيشون في حياة من نوع مختلف. الفكرة الأساسية أن المسيحيين الإنجليين لمسان الطبيعي للظاهرة الإسرائيلية. نسبة تأييد الفلسطينيين حتى قبل الحرب الأخيرة جرى استطلاع رأي، نسبة تأييد الفلسطينيين في أوسطهم أعلى من نسبة تأييد إسرائيل. في تحولات تحولات تخلق أن أنت مش بالتسول إنما بأن أنت تبقى موجود وملح. ومع الثورة الهائلة في وسائل الاتصال كل شيء بيحصل، حتى الصبي الذي يتصدى لدبابة بحجر بتبقى صورة عالمية، تبقى أيقونة بتغير المزاج. نيويورك تايمز التي أنشأها اليهود واللي هي أكبر صحف أمريكا، لما تنشر على صفحتها الأولى 67 صورة أو 66 صورة لأطفال فلسطينيين وتقول أو لا مجرد أطفال. فده هذا تحول في المزاج لا نستهين به. طبعا لا أقول إن أمريكا انقلب مزاجها فجأة ومال وكذا، لكن في تراكم. أستاذ نديل خليني أذهب مع حضرتك لملف آخر، الملف اللبناني. حقيقة البنك الدولي مؤخرا أعلن أنه لبنان أصبح في القاع بسبب صراع الأحزاب الحاكمة على تقاسم الحصص في الوضع. أيضا الوضع في الاعتبار أنه هي لبنان بصدد مجموعة تشريعات مختلفة في القريب، كيف تقرأ الوضع الآن؟ يعني طبعا لبنان من فترة وهو في فيما بعد الجحيم. طبعا تقرير البنك الدولي بيقول حاجة خطيرة جدا واقعية جدا. يعني خد بالك، ناخد بالنا انه مثلا حجم الاقتصاد اللبناني اللي هو الناتج القومي الاجمالي كان 55 مليار دولار قبل سنتين، اصبح الان 33 مليار دولار، يعني 40% انكماش في حجم الناتج القومي الاجمالي. ولم تعلن ارقام العام الحالي بعد، فهناك مزيد من الانكماش. هذا فوق ما نعرفه من انه نسب الفقر تخطت حاجز ال 50% من فتره طويله، ربما قاربت الثلثين الآن. ما نعرفه عموما من أنه الحياة اللبنانية في حالة شلل تام.
طبعا يضاف للشلل، الشلل السياسي الذي نعرفه من شهور طويلة، بندخل في فولكلور تكليف سعد الحريري، الرجل الذي كلف ولم يؤلف يعني، وهكذا. والتحدي صراع الديكة بينه وبين رئيس الجمهورية ميشيل عون وإلى آخره. في متغير طبعا جديد أن حزب الله على سبيل المثال وهو رقم مهم في المعادلة اللبنانية في ظل تخلي يعني أوساط عربية عن نرجة لبنان وشكواها من أنه لبنان بواسطة حزب الله تحت الهيمنة الإيرانية. حين ترك لبنان إيه التطور الأسوأ الذي جرى؟ أن حزب الله وزعيمه السيد حسن نصر الله أعلن أن في بواخر إيرانية سوف تأتي بالمازوت والبنزين إلى ميناء بيروت، واللي يتفضل يمنحها يتفضل يمنحها. لا دخلنا في، وأنه إيران عرضت تزويد لبنان بكل احتياجاته بالليرة اللبنانية وليس بالدولار. هذا جزاء التخلف عن فعل في الوقت المناسب، وقد حذرنا من ذلك كثيرا، لأنه الذين يشكون من هيمنة إيرانية عليهم أن يقاوموا هذه الهيمنة الإيرانية بالمنطق التالي: كل فراغ تتركه خلفك يحتل غيرك، إن لم تتقدم لملء هذا الفراغ سوف تظل تشكو وتندب وتلطم وإلى آخره. هذه هي المشكلة، لأن لبنان يستهين به البعض لصغر حجمه. هذا البلد الجميل ليس مجرد بلد سياحي، هذا بلد بالغ الأهمية، شرة الأمن القومي العربي. فأنت في النهاية يعني تخلف العرب عموما عن التصرف في الوقت المناسب، وقد دعوت من قبل مع اهتمام الرئيس السيسي بالوضع اللبناني وتقديره قبل شهور أنه من العبث أن نظل نتفرج على ما يحدث في لبنان، إلى أن تقوم مصر وهي قادرة على ذلك. وطبعا التطورات الأخيرة خاصة عن الجبهة الفلسطينية وزيادة مؤشرات وثقل الدور المصري تؤهلها أكثر، لأنه تتقدم لتصور لنجدة لبنان. لبنان اللي بياخد بواخر كهرباء من تركيا يمكن يقدر ياخد كواخر كهرباء من مصر يعني. يعني احنا في النهاية نحتاج إلى أن نتصرف بصورة هجومية إنجاز التعبير في التاريخ، كما نتصرف في غزة الآن إزاء لبنان، مع فارق طبعا بين الوضع في غزة والوضع في لبنان والسهولة النسبية للوضع في لبنان والتقدم إلى نجدته. فببساطة يعني لا أريد أن أقول أنني أكرر الصراخ في البرية بأن أدعو إلى نجدة عربية لبنان. يا أخوانا تقدموا لإنقاذ لبنان، لأنه فاتت فرصة اللوم. الكلام عن أنه مين اللي هيشكل، طبعا أنت عارفة أنه البرلمان اللبناني أعاد تأكيد بقاء سعد الحريري كمكلف، وفي نوع لغة تطورت بالتحدي بين الشخصين، بين الحريري كممثل للسنة وبين عون الذي يعتبر نفسه ممثلا رئيسيا للموارنة. وفي كمان تطورات أخطر، يعني في تفكير لدى كتل لبنانية، كتلة المستقبل التي ترأسها الحريري وكتلة تيار الوطن الحر التي يتزعمها عون، عن فكرة الاستقالة الجماعية من مجلس النواب اللبناني، بما قد يدخل لبنان في دوامة فراغ لا نهائي. لبنان تأسس مرتين، مرة في 1943 عقب الانتداب الفرنسي بالميثاق الوطني، ثم تأسس مرة ثانية جمهورية ثانية بعد اتفاق الطائف نهاية الثمانينات أوائل التسعينيات. لبنان يحتاج إلى تأسيس ثالث ربما لجمهورية ثالثة تنهي وضع المحاصصة الشائه الذي جعل الدولة اللبنانية أقرب لشركة مساهمة لكل طائفة فيها سهم معلوم. هذا وضع لم يعد قابلا للاستمرار، في تهديد حقيقي لبقاء الكيان اللبناني. والحمد لله أن لبنان لم ينجرف ولم ينزلق إلى حرب أهلية جديدة إلى الآن، رغم أن كل العناصر التأهيلية موجودة. ربما وهذا كلام قد لا يعجب البعض، أنه في بعض الأطراف في لبنان كحزب الله مثلا والشيعة يملكون فائضا من القوة يحرم الآخرين من فرصة المغامرة إلى حرب. أستاذ أنديل، الحقيقة أنا وقتي يعني قرب ينتهي، ولكن حابة أتكلم مع حضرتك عن توقعاتك لاجتماع الرئيسين بايدن وبوتين. بوتين أجاب على هذه النقطة وقال يعني لا توجد فرصة لتوقعات استثنائية. كل ما أتصوره من الاجتماع أن يلجأ بايدن إلى تهدئة الأمور نسبيا مع روسيا لكي يتفرغ لمواجهة الصين. وقبل أن يلتقي بايدن ببوتين قريبا، سوف يبدأ من الجمعة المقبلة لقاءات في قمة السبع
وثم في بريطانيا ثم اجتماعات في بروكسل مع الناتو ومع الاتحاد الأوروبي. في مشكلات بين أمريكا وبين الاتحاد الأوروبي في أولوية مواجهة الصين، لأنه في اختلاف في المصالح، في اتفاق على أنه الصين فعلا خطر على العالم الغربي وعلى الهيمنة الغربية، لكن في التفاصيل التي تسكنها الشياطين هناك خلافات كثيرة جدا. أهم مؤشر في القصة دي يبين لنا الفرق بين الطرفين أنه مثلا ألمانيا اللي هي قائدة الاتحاد الأوروبي يهمها اتصال العلاقات مع الصين لأن صادراتها متفوقة. علينا ندرك أنه خلال العام الأخير بآخر أرقام معهد الإحصاء الأوروبي حجم التجارة البينية بين الاتحاد الأوروبي والصين خلال العام الماضي 2020 كان 586 مليار دولار، بينما حجم التجارة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي الذي هو حليفه كان 555 مليار دولار. فارق آخر أنه الفائض في التجارة المشتركة بين الصين والاتحاد الأوروبي لصالح الصين ب 181 مليار دولار، الفائض في التجارة البينية بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا 151 مليار دولار لصالح أوروبا. هنا فكرة محاولات أمريكا لتعويض الضعف البدني الذي آلت إليه في الاقتصاد وفي إمكانية تنمية الاقتصاد بإقامة ذات التحالفات التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية في إطار الحرب الباردة ما تحاسبت القديم، إعادة التجربة مع الصين يبدو أنه فات الأوان أن يعني أن تعيد ترميم مكان سياسة قديمة. لو سياسة قديمة حتى كيسنجر الذي هو قديم يعني 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 من بلغ من العمر عتيا يعني داخل على 100 سنة الآن، قال لي بايدن أكتر من مرة في بلومبيرج مرة وفي غيرها وفي مدرسة لندن للاقتصاد مرة في ندوتين متباعدتين، قال بوضوح أن محاولة تجربة ما فات قد تنتهي بكارثة لأمريكا في استهانة بأنه أنت أنهكت الاتحاد السوفيتي السابق بسباق تسلح وسباق الفضاء، أنت لا يمكنك إنهاك الصين لأن الصين تتمتع بفوائد هائلة جدا، وبالتالي تطبيق نفس الفكرة مع الصين لا يجوز. وقال إن الحل الوحيد هو التفاهم مع الصين والاعتراف بدورها الدولي. طيب فسوف ينسحب ذلك على علاقات مع روسيا، لأن روسيا هذه المرة لقاء بروتوكولي. لقاء أقرب لقاء بروتوكولي. لاحظي إن روسيا استبقت هذا اللقاء بإلغاء اتفاقية السماوات المفتوحة. ايضا يعني في مشكلات سوف تظل موجود، لانه حلم بايدن باستخدام روسيا، وهذه التجربه ايضا جرى تجربه فيما سبق اللي هو استخدام روسيا استخدام الصين ضد روسيا في وقت الحرب البارده مع الحزب، يريدون يعني قلب المجن زي ما بيقولوا، واستخدام روسيا ضد الصين. روسيا تدرك الان انه هي ليست اقتصادا يعني متقدما، اقل من 2 تريليون دولار بكثير يعني، فهي ليست داخلة في المنافسة، إنما هي تعتمد باتفاقات أكثر ثباتا مع الصين في تنمية الجزء المتفوق فيها اللي هو صناعتها العسكرية والتكنولوجيا الحربية المتقدمة، وهذا ما تستفيد منه الصين. فيدرك الطرفان معا أنهما أصبحا في قارب أو مركب واحد، وأنه الأمريكان يجربون ذات أساليبهم القديمة وهم لا يتعلمون، لأن القوة لا تتعلم بطبعها يعني. بعد 20 سنة في أفغانستان بيخرجوا وبيفاوضوا حركة طالبان التي جعلوها عنوانا للشر بعد كذا. فعموما القوة هي تفرض أوضاعها، وهذا سوف ينعكس على كل المنطقة. أنا لا أدعو لا القطاع مع أمريكا ولا القطاع مع حد، إحنا أولويتنا مصالحنا. كما أن الصين بتقول أولويتها مصالحها، كما أن أمريكا بتقول أن أولويتها هي مصالحها، لكن أنا بصدد وضع عالمي جديد متعدد الأقطاب. إعادة الأمور ومحاولة إعادة الأمور إلى فكرة القطب الواحد هي تجديف ضد التيار وسباحة في الأوهام. أستاذ أنديل بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا، وطبعا أعتقد أنه هذا الملف هنتناوله مرة أخرى بعد اللقاء. شكرا لك يا أستاذ أنديل. شكرا. مشاهدينا الكرام، استراتيجية الدولة المصرية وفقا لرؤية 2030 تعمل على تحول رقمي في كافة المجالات، وبيعتبر المشروع القومي للتحول الرقمي أحد أدواتها الأساسية في هذه المهمة الوطنية، ده بالإضافة لإنجازات كثيرة تم تحقيقها خلال 7 سنوات الماضية من بعد تولي الرئيس السيسي. هدعو حضراتكم دلوقتي لمتابعة هذا الحوار مع المهم
المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لكن قبل ما نروح نشوف هذا اللقاء، في تقرير يمكن عن أهمية التحول الرقمي ودوره في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأنا بشكر حضرتكم. تسعى الدولة جاهدة إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع يتعامل رقميا في كافة مناحي الحياة، ولذا تعمل الدولة على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية لضمان رفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال عدة محاور، منها محور صناعة الإلكترونيات والبنية التحتية التكنولوجية والصحة الرقمية والتعليم باستخدام خدمات التكنولوجيا والحوكمة. في مجهودات الحقيقة بتبذل جامد جدا في عملية التحول الرقمي النهاردة للحكومي، والتحول الرقمي الحكومي النهاردة خطى خطوات جيدة في عدة مجالات. في تركيز كمان من البنك المركزي على موضوع التضمين الرقمي أو التضمين المالي أو الشمول المالي. الشمول المالي ده جزء من عملية الشمول الرقمي اللي الحكومة المصرية بتحاول ان هي توصله، بحيث ان اغلب الخدمات المقدمة للمصريين وللمواطن المصري ينعكس الاثار بتاع التحول الرقمي على المواطن العادي في شكل تسهيل وتسريع لاداء الخدمات، وفي نفس الوقت يتحول ينعكس على تحول الاقتصاد المصري بحيث الاقتصاد المصري يصبح اكثر كفاءة واكثر تنافسية. يستهدف التحول الرقمي في مصر تحسين جودة حياة المواطن وتحسين ظروفه المعيشية والتيسير عليه من خلال تقديم خدمات إلكترونية متعددة من كافة المنافذ الرقمية وغيرها. التحول الرقمي بشكل عام احنا ابتدينا نشوف ثماره دلوقتي في منصة مهمة جدا اسمها منصة مصر الرقمية. منصة مصر الرقمية بتقدر توفر عدد كبير جدا من الخدمات اللي هي بتوفر جزء كبير قوي وقت المواطن، بتوفر خدمة أفضل، بتوفر إن أقدر أتحكم في إن ما بقاش فيه عوامل للفساد لسرعة وجودة أداء الخدمة. يعني كان اللي موجود في الماضي كان إن في عدم وجود التحول الرقمي كان أحيانا بيحصل نوع من أنواع الفساد نتيجة تأخر الخدمات أو لكذا، لكن بوجود منصة زي منصة مصر الرقمية بتساعد بشكل كبير في إن الخدمات بتبقى أفضل سرعة أكتر إلا كبيرة جدا في الفساد. كما يعمل التحول الرقمي على تيسير الحياة على المواطن من ناحية وتحديث وتسجيل بياناته وربطها بشبكات كبرى تلغي الأوراق والمستندات الورقية، الأمر الذي سيؤدي إلى اختصار الوقت والجهد إلى جانب خفض التكلفة وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر في العملية الإنتاجية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة خارج استوديو المواجهة. الحقيقة بلا شك أن مبادرة الرئيس السيسي فيما يتعلق بالتحول الرقمي في الدولة المصرية بدأت في نقل مصر لركب دول الأكثر أو المتطورة تكنولوجيا بشكل أو بآخر. الحقيقة أنه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الإطار حققت الكثير من الإنجازات وبالأرقام. يعني لو هنتكلم على سبيل المثال فيما يتعلق بالصادرات المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نتكلم من 1.5 مليار دولار في 2016، بعدها 2020 أكثر من 4 مليار دولار. لو هنتكلم على نصيب القطاع من الناتج المحلي الإجمالي، فإحنا تحولنا من 3.2% ل 4.4%. الكثير من الإنجازات اللي تحققت خلال هذه السنوات هنا في الوزارة، والحقيقة أنه عمل الوزارة بعد توسع مصر في ملف التحول الرقمي أصبح متشعب ومتلامس وداخل تقريبا في عمل معظم مؤسسات وقطاعات الدولة المصرية المختلفة. خلوني أرحب بضيفي الكريم للمزيد من الحديث حول الملفات الأبرز فيما يتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معالي الوزير الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. معالي الوزير بشكرك على الاستضافة. أهلا بحضرتك يا فندم، مشرفة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودوما بسعد بلقاء سيادتك ولقاء السادة مشاهدين حضرتك. شكرا لحضرتك. خليني في البداية أنا حابة أتطرق مع حضرتك الكثير من الملفات، لأنه بنسعد بلقاء حضرتك دائما
ودائما بيكون فيه الكثير من المحاور. ولكن نتكلم بشكل عام في سؤالي الأول، أبرز الإنجازات التي حدثت على مدار السنوات الماضية، لأن احنا الفترة دي الحقيقة حابين نسلط الضوء على إنجازات الدولة المصرية خلال السبع سنوات. هتكلم مع حضرتك على الإنجازات بشكل مفصل والأرقام اللي سيادتك تفضلتي بذكرها وغيرها، ولكن الأول من المهم أن نسلط الضوء على إنجاز منهجي وهو في تقديري الأهم، لأنه المحرك وراء كل الإنجازات الأخرى. الإنجاز النوعي المنهجي أن الدولة المصرية بكافة عناصرها، حكومة ومواطنين وأجهزة ومواطنين، الكل أصبح مدركا إدراكا تاما أن الرقمنة وبناء مصر الرقمية أصبح قاسم مشترك للتطوير في كل قطاعات الدولة، وأنه لا يتأتى لنا أن نتمم تطويرا حقيقيا في أي قطاع من قطاعات الدولة دون أن نستعين بالرقمنة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا ليس امتيازا لهذا القطاع، ولكنه مسؤولية علينا أن نعاون ونساعد كل قطاعات الدولة في ما كانت أعمالها، في تطوير أعمالها باستخدام الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. القيادة السياسية وراء هذا الإدراك وهذا وهذه النقلة المنهجية، أنه لأي مشروع يقام اليوم يقام على أحدث النظم التكنولوجية ومستخدما كل مستحدثات الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات من حيث ما انتهى الآخرين. بالضبط. فدوما حين نتحدث عن العاصمة الإدارية الجديدة نتحدث عن عاصمة رقمية، حين نتحدث عن مدينة المعرفة التي أقيمت في العاصمة نتحدث عن مدينة ذكية، بمعنى أن كل أجهزتها ومواردها ومرافقها تدار على نحو مراقبا ذكي. أجي لمجموعة من أهم ما يعني أنجز في هذه الفترة. الأول هو الصادرات. الصادرات أهميتها ليس فقط فيما تدره من عائد، زي ما سيادتك تفضلتي بالذكر كنا بنصدر صادرات رقمية بواحد ونص مليار دولار قبل أربع سنوات، اليوم بنصدر بأربعة وواحد من عشرة مليار دولار، يعني نسبة نمو في خلال أربع سنوات حوالي ثلاث أضعاف. هذا ليس فقط يعني إنجاز على المستوى الكمي بمعنى زيادة العائد الدولاري، ولكن الأهم هو زيادة قدرتنا على المنافسة، لأنه الصادرات تعني أن شبابنا الذي يعمل في هذا القطاع ينافس آخرين من مختلف دول العالم. نعم. على مشروعات، على إتمام مشروعات في هذه الدول. هي صادرات سلعية ولا خدمية معالي الوزير؟ هي صادرات رقمية، بمعنى أن أنا بصدر برامج، بصدر خدمات رقمية، بصدر خدمات تعهيد، بصدر خدمات تصميم إلكتروني، بصدر خدمات برامج مدمجة. هي صادرات رقمية إبداعية حول كل أطياف الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، من أول خدمات الصوت اللي هي التعهيد، مراكز الاتصال اللي بتخدم 100 دولة من مصر، 100 دولة بنصدر لها خدمات تعهيد، من أول مراكز الاتصال الصوتي مرورا بالبرمجة، بخدمات وصولا الى خدمات عاليه القيمه زي التصميم الالكتروني، زي البرامج المدمجه. البرامج المدمجه هي البرامج الموجوده داخل كل الاجهزه الحديثه، من سيارات حديثه، تلفزيونات حديثه، اجهزه محمول وغيرها. كل هذه البرامج يعني كثير منها صنع في مصر. فال ال 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 الانجاز الحقيقي هنا هو زياده قدرتنا على المنافسه في سوق في منتهى الشراسه، لأن بننافس العديد من الدول سواء في آسيا أو في أوروبا أو في أفريقيا أو في منطقتنا العربية، لديهم أيضا كوادر مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى. قدرتنا على زيادة حصتنا السوقية، قدرتنا على زيادة صادراتنا تعني أننا نجحنا في خلق كوادر مؤهلة لأن تنافس في هذا السوق بفعالية. نعم. ونجاح. خليني أبدأ مع حضرتك من مبادرة بناء مصر الرقمية. الحقيقة أنه بسعد خلال اللقاء بحضرتك نحن نعرف تفاصيل كثيرة جديدة حول بناء مصر الرقمية، يمكن آخر التفاصيل دي متعلقة بإبرام شراكات مع قطاعات أو شركات عالمية مطورة للتكنولوجيا في مصر، ومذكرات تفاهم عديدة. الحقيقة إيه الجديد في بناء مصر الرقمية؟
احنا لدينا يعني مبادرتين في منتهى الأهمية، مبادرة منصة مصر الرقمية ومبادرة بنات مصر الرقمية. خلينا نتحدث الأول عن مبادرة منصة مصر الرقمية. منصة مصر الرقمية الهدف منها هو تسهيل حياة المواطن وإحداث نقلة نوعية في الطريقة التي تقدم بها الحكومة خدماتها لمواطنيها. المواطن في السابق ربما حتى أصبح جزء من ثقافتنا في الأفلام، في حتى نكتنا ومزحنا، صعوبة التعامل مع الأجهزة الحكومية وصعوبة الحصول على الخدمات، مستندات أو الأوراق، مستندات أو الأوراق أو إلى آخره. هذا ما يحدث، إن احنا بننقل هذا نقلة نوعية. أدي لحضرتك مثال، احنا النهاردة لدينا على منصة مصر الرقمية 60 خدمة. نعم، هذه الخدمات يتحصل عليها المواطن إذا كان يستطيع التعامل أو يعني يؤثر التعامل المباشر مع التكنولوجيا من المنصة بشكل مباشر. المواطن الذي لا يرغب في التعامل المباشر مع التكنولوجيا يمكن أن يتوجه إلى مكاتب البريد، زملائنا في مكاتب البريد سيساعدونه على الحصول على خدمات مصر الرقمية. طب المواطن الذي لا يريد أن يتوجه إلى مكتب البريد ولا يريد أن يتعامل بشكل مباشر مع التكنولوجيا، هناك رقم الاتصال 15 3 ساعات يستطيع المواطن من خلاله أن يحصل على الخدمة. يعني نتأمل هنا أن المواطن الذي كان يعني في الماضي القريب ربما يستلزم الأمر أجازة من عمله والتوجه ليومين أو ثلاثة أو خمسة للحصول على خدمة معينة أو استخراج ورقة معينة أو مستند معين يستطيع أن يحصل عليه من خلال مكالمة تليفونية. الحقيقة أنا دخلت على المنصة، دايما بدخل عليها، المنصة فيها تطوير دائم سلسة بشكل كبير جدا، الخدمات مركزة كما تابعت معالي الوزير يريد تصلح لي على التموين والمستندات اللي بتخرج من الداخلية، بس أنا قرأت تصريحات لحضرتك أنه في زيادة في أعداد الخدمات المقدمة للمواطنين في المرحلة القادمة. إحنا بدأنا يا فندم بأربع حزم خدمات بتعاون مع وزارة التموين، كل خدمات بطاقات الأسرة وبطاقات الدعم التمويني موجودة على البوابة، بتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة كل خدمات تجديد التراخيص سواء تراخيص القيادة أو تراخيص المركبات، بالتعاون مع وزارة العدل بدأنا خدمات التوثيق، استخراج التوكيلات، متابعة القضايا. أيضا للسادة المحامين هناك خدمة رفع الدعاوى عن بعد، أنه يستطيع المحامي أنه يرفع الدعاوى عن بعد. طب المواطن يستطيع أنه يحصل على التوكيل 99% من الخطوات تتم من على البوابة ويكون توجهه إلى مكتب التوثيق فقط لتحقق الموثق من شخصيته واستلام التوكيل. رخص القيادة وتجديد المركبات بالكامل مميكنة، بمعنى أن أنا أدخل على المنصة وأتعرف على المخالفات، أتظلم منها أو أقبلها، أسددها، أسدد رسوم التجديد، أسدد التأمين الإجباري، كله من خلال البوابة، ثم أحدد العنوان الذي أرغب فيه أن تصلني الرخصة لحد بيتي أو لحد مكتبي من خلال البريد المصري. طب إذا كنت لا أرغب في التعامل المباشر مع المنصة أتواصل مع 15 3 ساعات، من فضلك أنا عايز أجري الخدمة، عايز أجدد رخصتي. زميلنا في مركز الاتصال يتحقق من شخصية المواطن انه بيبعت كود لرقم المحمول المسجل لدينا في قاعده البيانات، فاتحقق ان الشخص هو اللي بيتحقق معاه، لانه طبعا دي بيانات طبعاً حساسه تخص يعني خصوصيه المواطن، وثم يجري الخدمه ويتممها. اذا كانت الخدمه تستلزم تسديد الرسوم يستطيع انه يسدد الرسوم بكافه الطرق، سواء بطاقه الخصم والائتمان، سواء شركات السداد، سواء المحافظ الإلكترونية وغيرها. كم يوزر أو كم مستخدم رصدته يستخدم المنصة؟ سؤال مهم جدا، أشكر حضرتك عليه، لأنه الحقيقة الأرقام لها مدلول كبير. إحنا أطلقنا المنصة قبل يعني بضعة أشهر بشكل تجريبي، عدد المسجلين على المنصة يزداد يوما بعد يوم. إحنا النهاردة بنتكلم في 2.2 مليون مواطن استخدم المنظومة. الرقم الآخر اللي هو مدلول يا لما هانم هو نوعية الخدمات. في البداية كان المواطن المازال يعني المنصة لم تحوز على ثقته المطلقة، أي حاجة أونلاين فيها تشكك فظيع بالظبط، لا سيما بقى لما تكون مقترنة بدفع. نعم، فكانت الخدمات التي لا تستلزم رسوم الأكثر رواجا،
بعد فترة لما المنصة بدأت يعني تحوز ثقة المواطن ويعتاد على استخدامها ويسمع عن كفاءتها، بدأ الخدمات التي تستلزم سداد رسوم تزيد، زي خدمات تجديد التراخيص، زي خدمات التوثيق، زي خدمات رفع الدعوى عن بعد، بدأ الإقبال عليها واستخدامها يتزايد، لأنه المنصة بدأت تحوز ثقة. طبعا المسألة زي ما سيادتك تفضلتي بتحتاج وقت، ودايما المواطن بيتهيب يعني سداد رسوم على الإنترنت. ليه مكتوب لغاية دلوقتي معالي الوزير تشغيل تجريبي؟ لأننا هي بالفعل في مرحلة تشغيل تجريبي، احنا حريصين جدا في أن تثبت المنظومة جدارتها الكاملة قبل أن نطلقها بشكل رسمي. فهناك مراحل متعددة نجريها من اختبارات ومراقبة لاستمرارية المنظومة، جدارتها، ثباتها، قبل أن نطلقها بشكل رسمي إن شاء الله. التحول الرقمي معالي الوزير، الحقيقة أنه في التصريحات الأخيرة لكل قطاعات ومؤسسات الدولة لا تخلو من التحول الرقمي وأهمية ده بالنسبة للقطاعات المختلفة وبالنسبة للدولة المصرية. احنا وصلنا لفين في هذا الأمر، وتحديداً أنه هو أبرز المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية في الدولة، فنقدر نقول بنسبة قد ايه حققنا ده معالي الوزير؟ تمام. خليني اقول لحضرتك الاول، التحول الرقمي هو جانب من بناء مصر الرقمية. نعم. مصر الرقمية يعني منظومة اشمل واعم من التحول الرقمي. التحول الرقمي متعلق بملفين، ملف خدمات تقدم للمواطن من خلال منظومات رقمية تحدثنا عنها من خلال منصة مصر الرقمية، جانب اخر هو تطوير الاداء الحكومي. وهذا ايضا في منتهى الاهمية. تطوير الاداء الحكومي الحقيقة مرتبط برؤية القيادة السياسية للانتقال إلى العاصمة الإدارية. انتقال إلى العاصمة الإدارية ليس انتقالا جغرافيا من مكان إلى آخر، ولا أن يعني يتوجه المواطن إلى مكتب في القاهرة أو إلى مكتب في العاصمة الإدارية، ولكنه انتقال نوعي. انتقال نوعي بمعنى انتقال منهجي في تغير طريقة أداء الخدمة، في طريقة تعامل جهات الحكومة مع بعضها البعض، في طريقة تبادل وتخاطب جهات الحكومة لبعضها البعض. النهاردة إذا تقدمت للحصول على خدمة من جهة حكومية، وارد جدا أنه الموظف في الجهة يطلب مني مستند من جهة حكومية أخرى، وعلى المواطن أن يتوجه إلى جهة واثنين وثلاثة لكي يجمع المستندات المطلوبة للحصول على خدمة. هذا سينتهي مع الانتقال العاصمة، لأنه بنقول إحنا هننتقل كحكومة تشاركية. ما معنى تشاركية؟ أن الحكومة قادرة على أن تتخاطب مع بعضها، وان اجهزتها تتبادل البيانات بمعزل عن المواطن. فالمواطن يتقدم الى جهه للحصول على خدمه، اذا كانت هذه الخدمه تتطلب مستندات من جهات اخرى، هذه الجهات تتخاطب رقميا. التنسيق نعم بالضبط. والمواطن يذهب الى جهه واحده فقط ليتحصل على الخدمه. البعد الاخر هو انها حكومه لا ورقيه تتعامل من خلال منظومة رقمية. طب ما أهمية هذا؟ هل هو فقط كشكل جميل؟ لا، هو لحوكمة الأداء ولتسجيل كل مجريات العمل ولتطوير الإجراءات. ولذلك الميكانة دايما يسبقها إعادة هندسة الإجراءات لتيسيرها وتبسيطها وإطفاء إطار حوكمي عليها. إن شاء الله في خلال النصف الثاني من هذا العام سنطلق المزيد والمزيد من الخدمات على منصة مصر الرقمية. قد ايه تقريبا معالي الوزير؟ يعني في عدد، في قطاعات معينه حضرتك بنتكلم مع بالتعاون مع وزاره التضامن الاجتماعي والتامينات الاجتماعيه، بالتعاون مع وزاره الزراعه خدمات في مجال الزراعه، بالتعاون مع وزاره الاسكان خدمات في مجال الاسكان، التعاون مستمر مع وزاره الداخليه في خدمات الاحوال المدنيه، بالتعاون مع وزاره العدل في خدمات المحاكم والتوثيق، مع كل الوزارات. الحقيقه مشروع مصر الرقمية ليس مشروع وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، هو مشروع يعني جمهورية مصر العربية بالكامل. بمن حضرتك تطرق للعاصمة الإدارية الجديدة، ماذا يعني أن العاصمة الإدارية الجديدة تكون أول مدينة على مستوى المنطقة والشرق الأوسط تقريبا ذكية وتعمل إلكترونيا بالكامل 100% تقريبا، ده يعني إيه فندم؟ والحقيقة يعني أنا سعدت أنه يعني مجلس وزراء الاتصالات العرب اختار العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة العربية الرقمية لعام 2021، ونعلم أن هناك بين العواصم العربية والمدن العربية من يعني يستخدم التكنولوجيات الرقمية بشكل مكثف ويعتمد عليها بشكل ضخم. فاختيار العاصمة الإدارية الجديدة
كعاصمة رقمية عربية لهذا العام لم يأتي من فراغ، ولكنه أتى بعد أن اطلع يعني زملائي أصحاب المعالي الوزراء العرب على ما سيجري في العاصمة الإدارية من اعتماد على النظم الرقمية. يعني نضرب أمثلة، كل مرافق العاصمة تدار على نحو رقمي، التأمين العاصمة يدار من خلال مراكز تأمين مرقمنة بالكامل، إدارة مرافق العاصمة وخدماتها يدار بشكل مرقمن بالكامل، كل مرافق العاصمة، كل خدماتها، كل مبانيها تدار وتحوكم بمنظومات رقمية بالكامل، فهي مدينة ذكية على أحدث مستوى، وده كان السبب أنه يعني وزراء الاتصالات العرب اختاروها بالإجماع. الحقيقة هي دي المثل الذي يحدث في العواصم الرقمية، فهي العاصمة الرقمية العربية لعام 2021. كنا قرأنا أيضا مع الوزير أنه في دراسات بتجرى على خدمة 5G أو شبكة الجيل الخامس تحديدا في العاصمة الإدارية الجديدة. طبعا هل ده موجود فعلا؟ خليني أكلم حضرتك على الجيل الخامس لأنه الناس كتير بتسألني على الجيل الخامس. حضرتك عارف أنه موضوع popular أو شائع جدا، الناس كتير بتسألني على الجيل الخامس. الجيل الخامس الحقيقة تكنولوجيا يعني متقدمة جدا، هي بتوفر إيه؟ هي بتوفر قدرة ضخمة غير مسبوقة على نقل يعني كم هائل من البيانات بسرعة ضخمة جدا، وتحكم المنظومة في عدد ضخم من المعدات والآلات على نحو غير مسبوق في الجيل الرابع أو ما سبقه من أجيال الاتصالات. هذا هو يعني الجيل الخامس بشكل مبسط. طيب هل أنا كمواطن بمقدوري أن أستفيد منها على الجهاز المحمول؟ الإجابة إلى الآن لا. ليه؟ لأنه أولا سعر جهاز المحمول الذي يعمل على الجيل الخامس لا يقل عن $1,000، وبالتالي ليس في مقدور عدد ضخم مننا أنه يستعين به. طب هل أنا مش حاضر أستفيد منه إلا لو يعني اشتريت جهاز $1,000؟ الإجابة لا، أستطيع أن أنا أستفيد. أستفيد إزاي؟ أستفيد من منظومات بنسميها منظومات الصناعية التي تعمل من خلال الجيل الخامس، ان احنا نميكن مثلا جهات الرعايه الصحيه باستخدام الجيل الخامس، او المواني والمطارات والاماكن التي يعني تشهد انشطه حركه لوجستيه كثيره تستخدم الجيل الخامس في ميكنتها، اجهزه او وسائل النقل ومنظوماتها تستخدم الجيل الخامس بكثافة، فهي استخدامات صناعية. المصانع على مستوى الحديدة. أضخم من استخدامات المواطن، وليس على إمتى المواطن هيستخدمها؟ لما الأجهزة سعرها ينخفض وتصبح في مقدور قطاع أكبر من المواطن، ساعتها هيبقى استخدام مشخصة، ولكن استخدام الآن والفائدة المرجوة منها الآن هي الفائدة في مجالات الصناعية التي تستخدم فيها، زي ما قلت أكثر يعني الملفات، الرعاية الصحية، المواني مطارات ومراكز الشحن والمصانع. ممكن نشوف العاصمة الإدارية الجديدة معالي الوزير الكلاود واي فاي زي كده في المدن الأوروبية، نبقى ماشيين والواي فاي شغال في كل حتة؟ ممكن جدا طبعا. يعني حضرتك عارف أنه المواضيع دي الشباب بتفرق معاها جدا. يعني جد. لو سمح لي معالي الوزير نذهب لفاصل قصير ونعود مرة أخرى لمواصلة بقية الملفات. فاصل قصير مشاهدينا الكرام. جديد برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا نستأنف هذا الحوار مع ضيفي الكريم دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. معالي الوزير، يمكن تشرفت بلقاء حضرتك قبل كده وكنا تكلمنا عن التوسع اللي بيحصل في مصر فيما يتعلق بالفايبر اوبتكس او كابلات الاياف الضوئيه. طبعا ده بناء على اتفاقيه بين الوزاره وبين وزاره الاسكان 2019 لمد هذه الخطوط لاي مباني جديده او مباني موجوده فعلا ده طبقا للكود المصري الحديث. الجديد في هذا الإطار معالي الوزير؟ يعني في الحقيقة أكثر من محور جديد في هذا الإطار. أبدأ بالمحور اللي سيادتك تفضلت بيه، بالفعل تعاوننا مع وزارة الإسكان ووضعنا معايير ومواصفات تقنية لتوصيل الكابلات الألياف الضوئية ضمن كود البناء المصري، بحيث أنه أي مبنى جديد يبنى في المدن كما توصل إليه مرافق الصرف الصحي والماء والكهرباء والغاز توصل إليه كابلات الألياف الضوئية. هناك أيضا
مشروع ضخم لتوصيل كابلات الالياف الضوئيه لكل المباني الحكوميه في مختلف انحاء الجمهوريه. لدينا حوالي 31,500 مبنى حكومي موزعه في ارجاء المحافظات، يجري توصيلها بشبكه من الالياف الضوئيه لضمان استمراريه المنظومات الحكوميه بعد اتمامها ان شاء الله. خلصنا قد ايه؟ خلصنا 13,500 من ال 31,500 ان شاء الله في خلال العامين القادمين نتمم هذه المنظومه. كذلك مع بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم وصلنا كابلات الالياف الضوئيه لاكثر من 2560 مدرسه. ولذا يعني عشان برضو يعني نستطرد الامتحانات الثانويه العامه لا علاقه لها بالانترنت، ملهاش علاقه بالانترنت نهائي. الامتحانات تجرى والتواصل والاتصالات تجرى من خلال شبكه من الالياف الضوئيه. يعني هي مش شبكه انترنت يا معلم، لا علاقه لها بالانترنت. الاتصال ما بين المدارس وبنك الاسئله من خلال شبكه من الالياف الضوئيه، ده سيستم يعني زي نظام كده، شبكه مغلقه لا علاقه لها بالانترنت. الانترنت يعني لا يخدم هذه الشبكه. ايضا نعمل في مشروع حياه كريمه. احد طيب اسمح لي قبل حياه كريمه معالي الوزير، بما ان حضرتك تطرقت للثانويه العامه وفي استعدادات دلوقتي للثانويه العامه، طبعا الامتحان هيبقى بالتابلت والبوكلت يعني بدون التطرق في تفاصيل متعلقه بالتعليم، ولكن حضرتك ذكرت انه في اكتر من 2500 مدرسه جاهزه بالفعل لاستقبال. هل ده معناه انه احنا جاهزين بنسبه كبيره لاستقبال الامتحانات الثانويه العامه؟ لانه في رعب اصلا من هذه المساله، وزي ما حضرتك ذكرت انه ملاش علاقه بالانترنت، ده نظام او سيستم خاص بالتعليم. بالظبط، ان شاء الله احنا جاهزين لان هذه المدارس بالفعل متوصله بكابلات الياف ضوئيه من المدارس الى بنك الاسئله. تم ازدواجيه كل عناصر المنظومه بحيث لو عنصر تعطل يكون له عنصر مزدوج يعني يقوم مقامه. فان شاء الله يعني المنظومه تتم بنجاح. الامتحانات التجريبيه تمت بنجاح، ويعني يمكن سيادتك تابعتي في التلفزيون مع زميلي معالي وزير التربيه والتعليم وطبعا دوله رئيس الوزراء، شرفنا بلقاء سياده الرئيس وعرضنا عليه هذه المنظومه، وسياده الرئيس وجه بانه البوكلت تاثيرا على الطلبه يبقى في البوكلت ايضا علشان الطالب لا يشعر باي قلق من اثناء الامتحان. مبادره حياه كريمه معالي الوزير، والحقيقه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زي الكثير من مؤسسات الدوله ليها دور في هذه المبادرة، المبادرة الأضخم يمكن في العالم مش بس في الداخل المصري، بتخدم أكثر من 60 مليون مصري. دور حضراتكم إيه في هذا الإطار؟ لأنه أنا كمان قرأت فيما يتعلق بهذا دخول الإنترنت لعدد كبير من المنازل، فإيه الخطة في هذا الإطار؟ دي الحقيقة اللي كنت عايز أكمل بيها منظومة شبكة الألياف الضوئية لأنها مهمة جدا. إحنا تكلمنا في شبكة الألياف الضوئية على المباني الحكومية وتكلمنا على المدارس، طب والمنازل يعني ما يخص المواطنين من بين ايضا ماخوذ في الاعتبار. في المدن نحن نتوسع عام بعد اخر في شبكات الالياف الضوئيه من خلال خطط التوسع لشركه مصريه للاتصالات. هذا العام احنا رصدين اكثر من 500 مليون جنيه للتوسع في شبكه الالياف الضوئيه في المدن ورفع كفاءه الانترنت. خليني اذكر حضرتك انه قبل عامين كان متوسط سرعه الانترنت في مصر وفقا للتقارير الدوليه 5.6 ميجابت ثانيه الانترنت الثابت. شهر ابريل الماضي كان متوسط السرعه 39.8 ميجابت ثانيه. فاحنا الحمد لله يعني بنصعد صعود منتظم في هذا الموضوع. السرعه ليست هي العنصر الوحيد، نعمل ايضا على ثبات الخدمه وعلى نشر الخدمة في أماكن أكثر من خلال زي ما قلت التوسع في رفع كفاءة الكباين اللي بنشوفها في الشوارع ومد كابلات الألياف الضوئية. طب احنا كلمنا على المدن، طب القرى إن شاء الله من خلال المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة الذي يبدأ في 1/7 بشكل تنفيذي بنوصل كابلات الالياف الضوئيه لكل المباني
من مباني حكومية ومنازل وغيرها من مستشفيات ومدارس وكل المباني داخل قرى المرحلة الأولى من حياة كريمة عددها أكثر من 1400 قرية. لدينا أكثر من مليون مبنى مليون مبنى ستوصل إليها كابلات الألياف الضوئية. في صعوبة في دخول المناطق اللي بالفعل مش مدن جديدة يعني معالي الوزير؟ طبعا هناك صعوبات وهناك تحديات ولكن العمل يجري الآن بشكل مكثف وشكل يعني تحت إشراف دولة رئيس الوزراء لتوصيل كل المرافق و اتخذ القرار انه من ضمنها كابلات الالياف الضوئيه بكلفه قدرها 5.6 مليار جنيه. ستوصل كابلات الالياف الضوئيه لمليون مبنى في خلال عام واحد في اكثر من 1400 قريه ان شاء الله. باقي القرى تتلوها في المرحلتين الثانيه والثالثه من مشروع حياه كريمه. فالحقيقه يعني ملف توصيل الالياف الضوئيه واخد حيز كبير من الاهتمامات والاستثمارات. تكلمنا على المباني الحكومية خلصنا 13,000 من 31,000. تكلمنا على المدارس خلصنا أكثر من 2500 مدرسة. تكلمنا على المدن السنة دي رصدين 550 مليون جنيه. وتكلمنا على القرى رصدين 5.6 مليار جنيه لتوصيل مليون منزل ومبنى حكومي في 1400 قرية. الحقيقة إنه شيء إيجابي قوي معالي الوزير إنه في نفس الوقت اللي بيتم تحديث وتطوير والعمل بأكبر كفاءة في المدن الحكومية الجديدة أو في المؤسسات الحكومية الجديدة كمان بالتوازي مع المدارس والتعليم إنه الدولة كلها في نفس الوقت. وأكيد ده جهد عظيم من حضراتكم فيما يتعلق بهذا الأمر نظرا طبعا في بنية تحتية قديمة وفي مدن كمان جديدة. خليني أسأل حضرتك عن البريد المصري، ده قطاع آخر شهد تطور بشكل كبير جدا المرحلة اللي فاتت، فما هو جديد هذا القطاع يا معالي الوزير؟ تمام. حقيقة تطوير في البريد المصري يعني بيتم على ثلاث محاور متوازية. المحور الأول هو تطوير المكاتب في شكلها وفي قدرتها على استقبال المواطن المصري على النحو الذي يليق به، يكون المكتب منظم مكيف به يعني نظام طوابير مميكن بمقاعد مريحة وكافية، كل شكل المكتب ينظم. في سنة 2019 طورنا 800 مكتب من 4000. سنة 2020 طورنا 800 مكتب، السنة دي هنطور 1500 مكتب لتصبح جملة المكاتب المطورة 3100 مكتب من جملة الأربعة. ده على مستوى طبعا محافظات الجمهورية، على مستوى كل محافظات الجمهورية. أيضا بنختار 500 موقع جديد لإنشاء 500 مكتب جديد في أماكن لم يكن بها مكاتب. كذلك لدينا تجربة المكاتب الخفيفة أو أكشاك البريد، بدأنا ب 30 مكتب خفيف أو كشك بريدي في العام الماضي، نزيدها إلى 100 هذا العام. كذلك العربات المتحركة أو المكاتب المتحركة، المكاتب المتحركة ميزتها أنها بتزيل الازدحام في المكاتب التي تشهد ازدحاما موسميا مرتبط بصرف المعاشات أو غيره، فنناور بالمكاتب المتحركة لكي تخفف هذا الازدحام. أيضا كنا قد تعقدنا على 30 سيارة في العام الماضي، نزيدها إلى 85 في هذا العام. فالمحور الأول هو تطوير المكاتب من الناحية الشكلية وزيادة عددها يعني رفع قدرتها على استقبال المواطنين على النحو اللائق وبشكل مريح وحضاري يليق بالمواطن المصري. المحور الثاني هو ميكنة والتطوير المضموني وليس فقط التطوير الشكلي. بنطور كل خدمات البريد القائمة. البعض يتصور انه خدمات اللوجستيه في النقل اندثرت، هي ربما تراجعت في الرسائل والخطابات يعني، ولكنها زادت في نقل البعائث والطرود، لانه الاعتماد على التجاره الالكترونيه زاد جدا مع بدايه الجائحه، واصبح مالوفا انه عدد اكبر من المواطنين يشتري حاجياته في احيان كثيره من خلال منظومات التجاره الإلكترونية. هذا يستلزم نقل بعائف من مكان إلى آخر بشكل منظم وفعال وكفء، وقدرة العميل على متابعة
الطرد الخاص به والتأكد من والتنبؤ بميعاد وصوله واستقباله. أيضا نجري ما كان لكل منظومة البريد اللوجستية والمالية. المحور الثالث هو تطوير الخدمات. الخدمات التي يقدمها البريد المصري. رؤية وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات للبريد أن يكون أولا منفذا رئيسيا لتقديم الخدمات الحكومية، بمعنى أن كل خدمات مصر الرقمية ستقدم من خلال مكاتب البريد. نمرة اثنين أن يطور من خدماته التقليدية نقل البعائث والطرود. نمرة ثلاثة أن يكون لاعبا فاعلا في مضمار الشمول المالي من خلال تقديم حزم من الخدمات المالية التي تناسب قطاع الذي يتعامل مع البريد وعملاء مكاتب البريد. بدأنا بالفعل هذا العام في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر، القروض متناهية الصغر، القروض الاستهلاكية متناهية الصغر، والتأمين متناهي الصغر إن شاء الله في النصف الثاني من خلال البريد، من خلال العمل الوزاري، من خلال مكاتب البريد. من خلال مكاتب البريد، أنا شاب في إحدى المحافظات أستطيع أن أتوجه لمكتب البريد وأطلب قرض متناهي الصغر لكي أنفذ مشروع يعني أرغب في بدءه. هل لازم يكون لي علاقة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا؟ لا، مش لازم أبدا يكون لي علاقة بمجال الاتصالات. أي مشروع عايز يعمل معمل لبن، عايز يعمل محل تجاري صغير، عايز تعمل مشغل، أي مشروع يتقدم لمكتب البريد للحصول على قرض متناهي الصغر. مكتب البريد أو هيئة البريد متعاقدة مع مجموعة من الشركات المتخصصة في التمويل متناهي الصغر وتتعامل معها بالنيابة عن المواطن. والمواطن يفتح له حساب في مكتب البريد، يودع له في القرض، يستطيع أنه يسحبه منه أو يسدد أقساط القرض من خلال أيضا مكاتب البريد. مقترن بهذا التأمين متناهي الصغر، لأنه في بعض أحيان المواطن يحصل على قرض وبيخاف أنه ماذا لو يعني لم يسدد أو تعثر أو يعني أمر الله نفذ وحيترك القرض لمن يخلفه. فبالتالي بيبقى في تأمين متناهي الصغر مرتبط بال القرض. أيضا هناك القروض الاستهلاكية متناهية الصغر، إن أنا مواطن يريد شراء ثلاجة أو تلفزيون أو سيارة نقل صغيرة أو غير ذلك من يعني الأجهزة ربما عالية الثمن لشرائها بشكل يعني دفعة واحدة، فيستطيع أنه يحصل على قرض استهلاكي. هذا أيضا ينشط الاستهلاك وينمي الطلب على هذه الحاجيات. إن شاء الله في النصف الثاني من هذا العام سنطلق خدمة المحفظة الرقمية، محفظة على المحمول أيضا من خلال زي البنوك عملية. تمام. فإذا البريد نطوره كشكل وانتشار بتطوير مكاتبه، نطوره كخدمات وما كانت خدماته وأعماله، ونطوره بتوسيع وتحديث حزم الخدمات التي يقدمها. وتطوير دوره في تقديم الخدمات الحكومية، في تقديم خدمات الشمول المالي، في نقل البعائث والطرود. خليني استغل وجود حضرتك هنا معانا النهاردة وأسألك عن قانون حماية البيانات الشخصية في مصر. كان الكل منتظر اللائحة التنفيذية تنزل في شهر 4. الحقيقة أنه أعتقد أنه من أبرز وأهم القوانين اللي تم تشريعها، وكمان طبعا يعني هناك كان مش دعم ولكن في مقترحات أرسلت لحضراتكم من شركات عالمية، فيسبوك، تويتر، اللائحة تنزل أنت معالي الوزير. تمام. الحقيقة احنا في قانون حماية البيانات يعني انتهجنا نهج حميد بالتعاون مع لجنة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، أن نبدأ قبل صدور القانون والآن نعيد الكرة مع اللائحة التنفيذية في حوار مجتمعي. نستضيف كل أطياف المجتمع المعلوماتي الذين سيتعاملوا مع هذا القانون في حوار حول التشريع نفسه أو اللائحة التنفيذية. القانون أهميته أنه أولا يحمي خصوصية المواطن وبياناته، أيضا يشجع الدول الأخرى أن تقيم مراكز بيانات في مصر ونستضيف بيانات مواطنين من دول أخرى تكون تحت حماية هذا القانون
ومضمون خصوصيتها من خلال هذا القانون. هذا يتطلب إنشاء جهاز رقابي يحوكم هذه المنظومة ويتأكد من نفاذ القانون حال البدء فيه إن شاء الله. هذا ما نحن معنيين به الآن. خليني أسأل حضرتك برضو عن رقمنا العقارية. قرأنا عن هذا وقرأنا أنه بالفعل تم الانتهاء من بورسعيد، ودايما بورسعيد الحقيقة محظوظة أن حضراتكم بتخشوا فيها الأول تجربوا هناك يعني، ولكن إيه الجديد في هذا الأمر مع الوزير؟ طيب الحقيقة الموضوع ده مهم جدا، أشكر حضرتك على هذا السؤال، لأن هو رقم قومي العقار جزء من منظومة. فخلينا نتكلم الأول عن المنظومة الأشمل والأعم، هي حوكمة منظومة إصدار تراخيص الهدم والبناء. نعم، أمر يخص الحكومة المصرية بالكامل، وهناك 8 أو 9 وزارات تتعاون وتتضافر جهودها من خلال مجهود مكثف جدا لميكنة منظومة إصدار تراخيص الهدم والبناء ومراقبة التعديات والمخالفات في هذا الصدد. انبثق عن هذا المشروع مشروع الرقم القومي للعقارات. أهمية هذا المشروع أن أولا يزيل أي لبس أو تكرارية في العناوين والتعامل على العقارات، عشان أبسط للسادة المواطنين، هو بالضبط زي الرقم القومي للمواطن. حين بدأ الرقم القومي للمواطن قبل 20 عام تساءل البعض عن أهميته أو جدواه. اليوم لا أحد فينا يتعامل مع أي جهة من دون الرقم القومي، لأنه رقم متفرد لا يتكرر يزيل أي لبس. أنا النهاردة لو كتبت مثلا عنوان 8 شارع الفتح، يطلع لي 20-30 شارع في جمهورية مصر العربية بهذا الاسم، وبالتالي عقار متكرر. هذا يؤدي إلى خلط سواء بسوء نية أو بغيرها، يجعل المنظومة مخلخلة وتحتاج إلى حوكمة. هدف من خلق رقم قومي متفرد لكل وحدة عقارية هو أن سيكون هذا الرقم هو الأداة الوحيدة للتعاون مع كافة الجهات الحكومية من خلال هذا الرقم. الحقيقة اطلعنا على منهجيات مختلفة تتبناها دول كثيرة لتكويد العقارات، اخترنا يعني منهجية مطبقة في مجموعة من الدول المتقدمة، وبدأنا بالفعل تطبيقها في بورسعيد. النهاردة في بورسعيد بالفعل وضعنا لكل عقار رقم قومي، وكل مبنى أرض آسف مباني أصبح لها رقم قومي للعقار. يجري الآن ربط العقار بقواعد البيانات المختلفة في الحكومة، بحيث أربطها بقاعدة بيانات الكهرباء، قاعدة بيانات الضرائب العقارية، بقاعدة بيانات الأملاك إذا كانت من أملاك الدولة، بقاعدة بيانات التصرفات العقارية، بحيث أنه يعني نكون قاعدة بيانات لكل عقار على نفس النسق الذي قام منذ سنوات للمواطنين. بعد بورسعيد فين يا معالي الوزير؟ إن شاء الله عرضنا على يعني دولة الرئيس هذا المشروع من 3-4 أيام. هنبدأ إن شاء الله بعد بورسعيد في الإسكندرية، ثم ننطلق إلى باقي المحافظات إن شاء الله في النصف الثاني من هذا العام، بالتعاون مع وزارة الكهرباء سنبدأ في بورسعيد، في وضع أو في طبع الرقم القومي للعقار على إيصال الكهرباء. الهدف هو إعلام المواطن بالرقم القومي لوحدته أو شقته أو عمارته أو أيا كان، أو محل أو فيلا أيا كان، إعلام المواطن بالرقم القومي لوحدته العقارية، وبدء تقديم هذه الثقافة للمجتمع، وأنه التعامل بعد كده في كل العقارات إن شاء الله أيضا بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان نعد قانون جاري إعداده الآن لكي يكون التعامل مع الحكومة فقط من خلال الرقم. الحقيقة ما قدرش أختم مع حضرتك من غير ما أسأل عن الفرص والبرامج التدريبية للوزارة بتقدمها. هل الوزارة حريصة على هذا لتخريج جيل متطور مع العالم اللي حوله وسوق عمل مواكب ومناسب للي بيحدث؟ لأنه خلاص الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات هي موجودة في جميع قطاعات العالم مش بس المصرية. إيه جديد في هذا الإطار هنا في الوزارة مع الوزير؟ والله إذا أكثر في ملف إحنا مهتمين بفاته، ويمكن السنة اللي فاتت لما حضرتك شرفتيني كنا مسؤولين في العام المالي 19-20، كنا بنستهدف تدريب 13,000.
العام المالي 2021 اللي هينتهي بعد ايام احنا ان شاء الله هنكون اتمينا تدريب 115,000، وان شاء الله نستهدف زياده في العام المالي الجديد. ميزانيه التدريب قبل عامين كانت 50 مليون، ميزانيه السنه دي السنه اللي هنقفلها 400 مليون، ان شاء الله ستزيد. بالفعل ما نسعى اليه هو ان نخلق جيل قادر على المنافسه في سوق العمل المحلي والدولي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بشكر حضرتك على وقت حضرتك وعلى الاستضافه، ويعني بعتذر اذا كنا اطلنا على حضرتك، بس حقيقه الوزاره مليئه بالملفات الهامه جدا والمهمه بالنسبه للمواطن كمان. انا تحت امر حضرتك وتحت امر الساده المشاهدين، وشرفتينا وشكرك يا معالي الوزير، ان شاء الله نلتقي على انجازات وتحقيقات باذن الله. اشكر حضرتك. شكرا للاستضافه. مشاهدينا الكرام، كان هذا لقائنا مع معالي الوزير الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على حسن المتابعه، الى اللقاء.